طيب امتى هتنتهي شركات المحمول في مصر من الخدمات الجيل الرابع وتبدا بالفعل ان هي تشغلها للناس؟ هما بداوا يعدوا الشبكات، الشبكات بتاعتهم، بداوا البث التجريبي في بعض الاماكن. صحيح. احنا النهارده بنتيح لهم يعني في يعني دلوقتي مناقشات لاتاحه الترددات، ان شاء الله خلال الربع الاولاني من السنه دي هيكون تم اتاحه بعض الترددات، والربع الثاني للترددات الاخرى، ويبقوا فول لونش لل خدمات الجيل الرابع. طيب.